بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أود أن أنوه في هذه الحلقة في أن تلك الحلقات التي نبثها لحضراتكم ليس معناها أننا نصبر صبر العاجزين، أو أننا نستقبل هذا الوباء بكلمات نرددها وفقط، ولكن يجب أن يكون صبرنا صبرا إيجابيا، بمعنى أنه لا بد وأن نأخذ بالأسباب المادية حتى يكشف الله عنا هذا البلاء، وحتى يذهب عنا هذا الوباء، وبعد ذلك نضرع إلى الله تبارك وتعالى ولنأخذ من الشدائد التي تعرض لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك العظة والعبرة. استبرارا لحديثنا عن الشدائد التي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم، بعد أن ضاق النبي صلى الله عليه وسلم ذرعا بمكة وبأهل مكة، إذا به يفكر في أن يذهب إلى الطائف لعله يجد هناك من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ومن يتبع دعوته صلى الله عليه وسلم التي يدعو من خلالها إلى توحيد الله عز وجل ونبذ عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر. فذهب صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وأخذ يدعو أهل الطائف إلى عبادة الله، وأخذ يخبرهم بأنه رسول من قبل الله عز وجل، لكن النتيجة كانت نتيجة عكسية، بمعنى أنه ما آمن به واحد من أهل الطائف، بل إن الشدة قد ازدادت بلية حين أمروا صبيانهم بأن يقذفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى دميت منه الأقدام. وعند ذلك أوى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حائط لبستان هناك، ورفع أكف الضراعة إلى المولى تبارك وتعالى بهذا الدعاء، وكأنه يريد أن يقول: والله أعلم يا ربي، إنني قد استنفذت الأخذ بالأسباب المادية البشرية، وأنا لا أجد ملجأ من الله إلا إليه، ولذلك رفع أكف الضراعة بهذا الدعاء الذي ربما نحفظه جميعا، ويجب علينا أن نردده في هذه الآونة حتى يذهب الله عز وجل عنا هذا البلاء وذاك الوباء. قال صلى الله عليه وسلم داعيا ربه في وقت الشدة وفي وقت المحنة وفي وقت الأزمة: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا رب العالمين أنت أرحم الراحمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لكن رحمتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونحن نؤمن بل نوقن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين يرفع أكف الضراعة إلى الله فإن السماء إنما تستجيب له على الفور، ولذلك يقول كتاب السير بأنه عد ذلك مباشرة، أمر الله جبريل أن يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ملك الجبال، يسلم ملك الجبال على رسول الله ويقول له: إن الله قد بعثني إليك وأمرني بأمرك، إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين المحيطين بمكة لفعلت بإذن الله تبارك وتعالى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: لا يا أخي،
عسى الله أن يخرج من بين أظهرهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ثم دعا بهذا الدعاء: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. لا شك أنكم تتفقون معي في أن هذه محنة عظيمة وشدة كبيرة تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن ما تعرض له من شدائد ومحن، وكان من الممكن أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم على قومه الذين أذاقوه ألوان الأذى والعنت والاضطهاد، لكن صدق من سماه الرؤوف الرحيم، وإذا به يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، وقد جعل الله له بعد ذلك الفرج والمخرج وبدل عسره يسرا. هذا، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.